بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن هذا العقد هو عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. فقد عرفت الصحة في مرحلة الشيخوخة بأنها عملية تطوير القدرات الوظيفية التي تكمن في التمتع بالعافية في الكبر والحفاظ عليها، وهي القدرة على الأداء الوظيفي والتمتع بالقدرات التي تمكن جميع الأشخاص من أن يحققوا في أنفسهم وفي أفعالهم ما يشعرون بأهميته. تحدث الشيخوخة على مستوى التغيرات الجسدية كنتيجة لتراكم كميات كبيرة من نواتج تفاعلات الجزيئات والخلايا بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تضاؤل تدريجي في القدرات الجسدية والنفسية وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض والموت في النهاية. ولكن هذه التغييرات ليست حتمية، فقد يصل بعض الأشخاص إلى عمر 70 وهم يتمتعون بصحة جيدة، بينما بعضهم يصيبهم الوهن ويحتاجون إلى رعاية الآخرين. الشيخوخة تعتبر مرحلة مهمة من مراحل العمر، فيها الخلايا طبعا تفقد الخاصية التكاثرية وتفقد الخاصية الوظيفية، يعني الخلية تضمحل وتبدأ وظيفتها بالقلة، بحيث أنه لا تستطيع أداء المهمات الضرورية. أكثر الخلايا التي تتأثر بهذا الموضوع هي خلايا الجلد، فلهذا تظهر التجاعيد. خلايا الدماغ كذلك، فلهذا نشوف أنه مرض الألزهايمر، مرض الباركنسون، الشلل الرعاشي وغيرها من الأمراض النفسية والعصبية تظهر في كبار العمر. كذلك العضلات، فلهذا نشاهد مثلا نلاحظ في كثير من الناس اللي يكون أعمارهم كبيرة، نشوف أنه عضلاتهم تضمحل، حتى خلايا العظام تقل، فلهذا يكون عرضة لأمراض المفاصل وهكذا. شنو السبب الرئيسي؟ أكو بداخل الخلية أكو خاصية دفاعية تسمى الأوتوفاجي، اللي هي وظيفتها أنه ابتعاد والتهام البروتينات الضارة اللي موجود بالخلية. هذه الخاصية تنفقد في كبار العمر بسبب العمر، فايش راح يصير؟ راح تبدي هاي البروتينات والأشياء المضرة والسامة بالتكاثر، فتؤدي إلى تدمير الخلية، وبالتالي تفقد الخلية الوظيفة الرئيسية اللي هي التكاثرية. وطبعا الشيخوخة موجودة في كل الكائنات الحية ما عدا البكتيريا، اللي هي تقدر يعني لها القابلية على التكاثر والانشطار، وممكن أنه تبقى خالدة. لكن رغم زيادة معدلات الحياة، تبقى الشيخوخة وتراجع أداء الجسم أمرا لا مفر منها، يتطلب منا قدرا أكبر من العناية بأنفسنا للحفاظ على صحتنا وتجنب المتاعب المرتبطة بالتقدم في السن. وهناك عدة عوامل تؤثر على صحة كبار السن، قد تكون فردية مثل العادات الغذائية والعوامل الجينية، أو بيئية مثل التلوث البيئي وطبيعة البيئة المنزلية والاجتماعية للفرد. كما تتنوع المشاكل الشائعة التي تصيب المسنين ما بين الجسدية والاجتماعية والنفسية. هذه الفئة اللي هي كانت معطاء ومبدعة وتشعر، أعطت كل وقتها، سواء حتى إنه في بعض الأحيان أعطت وقت من وقت عائلتها إلى المؤسسة اللي تمها. من يشعر إنه هو راح يحال إلى التقاعد تبدي شعور، فبعض الأحيان تدهور حالته الصحية، قد يشعر بنوع من تضطرب حالته النفسية، يشعر بالاكتئاب، يشعر بالحزن، يشعر بالعزلة. اليوم هسه أنا أتحدث، عندنا أساتذة أحول إلى التقاعد لكن لا زالوا مستمرين، أستاذ متمرس، أستاذ استشاري، يعني هؤلاء حصيلة خبرة، ما ممكن الاستغناء الجامعات عن هذه الخبرة. أيضا قد أفسح للمجال في مؤسسات أخرى، بعض الأحيان يشعر بالاكتئاب، قد في بعض الأحيان ينعزل، أنا سبق وأشرت إلى ذلك، لكن قد يكون عدائي اتجاه حتى بالعائلة، لأن أنه أنا من عندما أحلت إلى التقاعد أقول له خلاص أنا استغنيت عنك، استغنيت عن خدماتك، أنه أنت بعد ما لك حاجة بالحياة، ولذلك يشعر بالموت البطيء، الموت التدريجي، وكأنما أنا هي أنت راح تموت خلاص. يبدأ الاستعداد للشيخوخة الصحية من عمر مبكر،
إذ أن هناك بعض الأمور التي تساعد الشخص على المحافظة على صحته عندما يتقدم في السن، وتشمل المحافظة على السلوكيات الصحية مثل النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني المنتظم والامتناع عن التدخين، وذلك للوقاية قدر الإمكان من الأمراض المزمنة عبر مراحل الحياة، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والحرص على التحكم بها في حال الإصابة لمنع تفاقم مضاعفاتها. كذلك يجب الحرص على القيام بالفحوصات الطبية الدورية وأخذ قسط كاف من النوم يوميا. ومع التطور العلمي أصبحت هناك العديد من المنتجات والعقاقير التي بإمكانها تأخير شيخوخة الخلايا في جسم الإنسان، وبالتالي تأخير شيخوخة الأعضاء الجسمانية وتحسين نوعية الجلد. الأدوية المستخدمة حاليا والمستحضرات التجميلية إذا بيها مواد مثلا دوائية مثل الفيتامينات والمواد المرطبة والمنعشة والتنطي نظارة للجلد، أكيد يعني مو كلها يعني خلينا نقول approved يعني أو عليها تجارب. دائما المواد التجميل للتجارب عليها يكون أقل من اللي موجود على الأدوية. أي شيء دوائي، أي شيء يعني خلينا نقول approved من وزارة الصحة، من الـ FDA Food and Drug Administration الأمريكية، أي شيء رح يكون طبعا أو أولا بي سيفتي للإنسان من يستخدمه، وثانيا أنه ممكن أن ينطيني نتائج. بس تبقى مثلا الاستخدام عن طريق الجلد بموانع شوية أكثر، يعني أنه المواد اللي يمتصها الجلد قليلة جدا، يعني اللي أحطها topically على الجلد رأسا، يعني امتصاص الدواء من الجلد قليل جدا. هي الخلية تتعرض إلى يعني خلينا نقول عوامل ستريس، يعني العوامل شد خارجية، ممكن أنه هاي دائما للجسم إذا طبيعي رح يتخلص من هالخلايا اللي متعرضة إلى شيخوخة أو متعرضة إلى فد دمج معين، يتخلص منها دائما. في الواقع جميع كبار السن ليسوا بنفس المستوى الصحي، فالذي ما زال في قوته يجب منحه الحرية لممارسة الأنشطة التي يستطيع القيام بها واستغلال قوته بما يعود عليه بالنفع. فإن دماغ الشخص الأكبر سنا المزود بالعلم والمعرفة والخبرة العلمية والاجتماعية هو أكثر نضجا مما يعتقد، في الواقع هم أصحاب الرسالة ونحن من يكملها.